لبنان مهدد بالمجاعة واللجوء إلى السلطة يهدد الحكومة. من المفترض أن يصل عدد كورونا إلى 100,000 حالة في وقت يستعد فيه اللبنانيون إلى دخول فجر السبت المقبل في مرحلة الإقفال العام، وسيكون للإقفال تداعيات سلبية على معظم المواطنين الذين ستتعطل أعمالهم ويلتزمون منازلهم من دون أن توفر لهم الدولة أي من مقومات الصمود. وفي غضون ذلك تشير المعلومات إلى أن ما تبقى من احتياطي مصرف لبنان هو في حدود 850 مليون دولار، أي ما يوازي مصروف شهر، ما يعني أن هذا الاحتياطي سينتهي في منتصف الشهر المقبل من دون أن يكون هناك أي خطة لكيفية مواجهة التحديات الاقتصادية. ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل إن لبنان وضع على لائحة الدول المهددة بالمجاعة، وقد جاء ذلك في نشرة الإنذار المبكر المتعلق بالأمن الغذائي. لكن كل هذه التهديدات لا تحد من الجوع إلى السلطة المهدد للحكومة، فعون يصر على تبني مطالب باسيل، والحرير يضيع بين المداورة وعبء التنازلات. أما باسيل فهو يعمل على تصفية حساباته مع الحريري، تارة بالتمسك بالتمثيل الدرزي، وتارة أخرى بفرض الوزراء المسيحيين، وطورا بحجم الحكومة، في وقت يكتفي فيه الثنائي الشيعي بالتفرج على التجاذبات الحاصلة بعدما اطمأن إلى أن حصته محفوظة في وزارة المالية تأمينا للميثاقية، ما يجعل المعنيين بتشكيل الحكومة في حالة انفصال كامل عن الواقع اللبناني المأساوي، وكأنهم يعيشون في كوكب آخر.